كم مين بباقي فقراتنا الصباحية؟ وصلنا يا ليلى للفقرة خلينا نقول الإنسانية. تماماً، لما بدنا نحكي عن الدعم المادي والمعنوي بدنا نحكي عن جمعية بسمة التطوعية الأهلية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. اليوم هدول الأطفال قديش بحاجة لرسم البسمة على وجوههم لنعطيهم المزيد من الإرادة والأمل والإصرار. أكيد الدعم أو الدافع النفسي هو أهم شيء بالنسبة لهم، حتى لأهالي هدول الأطفال بحاجة لدعم نفسي، لأنه كثير من الأهالي ممكن يوصلوا لمرحلة الانهيار، ما بيقدروا أنه يتحملوا أنه ابنهم ممكن أنه نصاب بهذا المرض. فقديش اليوم مهم الدعم النفسي لألون يا رجل؟ أكيد الدعم النفسي والدعم المادي، هذا المرض اليوم بحاجة إلى دعم مادي جدا، وخاصة ضمن الظروف. كان جمعية بسمة خلينا نقول هيك مثل العصات نجاة لكثير من الأهالي، نقول الله يشفي كل الأطفال. رح نحكي اليوم ونضوي أكثر على نشاطات الجمعية، شو أهم الإنجازات اللي قامت فيها وشو عندها مشاريع لبكرة. وضيفتنا لليوم هي السيدة سهير بولاد، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. سعيد صباحك. أهلا صباح النور، سعيد صباحك بحضرتك، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا. الإنسانية اللي عم تشتغلوا عليها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية رح نبتدي حديثنا بحملة دعم الأطفال المصابين بالسرطان لشهر شباط 2024 بعنوان قد تكون أنت أملي الوحيد. خلينا نحكي عنه. من وقت ما بديت بسمة من 2006 ونحن كان شهر شباط اللي هو فيه اليوم العالمي لسرطان الأطفال، هو حملة بسمة السنوية. هاي الحملة بشاركنا فيها كتير من المجتمع اللي هو معامل أو هو شركات أو بيشاركوا ضمن روزنامة 28 يوم من العطاء نحن منقول. بيتبرعوا بمبلغ شهري، وفي منهم بيتبرعوا بيوم الموظفين يوم الراتبون. هاي الروزنامة معنا موجودة من وقت ما بدينا. طبعا التبرعات ما بتوقف بشهر شباط أكيد، لأن احنا ما بنشتغل بس بشهر شباط. تبرعات دائما بتكون، يعني دائما احنا بحاجه لها طول السنه، بس هذا الشهر بنضوي اكثر على انه اليوم العالمي لسرطان الاطفال. طيب من 2006 لليوم مرقتوا بكثير مواقف، كثير صعوبات، فرحتوا وبكيتوا على حالات مرقت ضمن الجمعيه. خلينا نحكي اليوم كيف قدرتوا تساعدوا هدول الاطفال، كيف قدرتوا تساعدوا اهاليهم من خلال البرامج اللي عندكم. حقيقة نحن تأسسنا بال 2006، نحن جمعية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأهاليهم. بنستقبل أطفال من كافة المحافظات السورية من عمر يوم لعمر 18 سنة. هذا بدايتنا كانت. بال 2008 افتتحنا أول وحدة تخصصية لعلاج أورام الأطفال بسوريا اللي هي ضمن مشفى البيروني. بدينا بثمان أسرة، بعدين 16 سرير، بعدين اليوم نحن 32، وإن شاء الله في توسعة جاية حتكون كمان قد الضعف. نستقبل ما عملك الأولاد من كل المحافظات، منغطي تغطية كاملة للأدوية بمشفى الأطفال أو بكل وحدات معالجة سرطان الأطفال، منغطي كل الدواء الناقص واللي مو متوفر. بينما بوحدة بسمة نحن منغطي كافة التكاليف للطفل، ناخد حالات جديدة ما أنا معالجة 30 قبول شهريا جديد غير طبعا الموجود عنا، ومنكفي مع هالولاد إن شاء الله. يعني نتمنى الكل يشفى، في نسبة شفاء كتير الحمد لله ممتازة كانت ببسمة. سنة بعد سنة مثل ما بنعرف نشاطات والحملات اللي عم تقوم فيها جمعية بسمة عم بتزيد. خلينا نحكي أكثر عن هي النشاطات وهي الحملات اللي عم تقوم فيها، وقديش مهمة اليوم للتوعية. أكيد هلأ نحن بحاجة كل المجتمع السوري يشارك هالولاد بهذا المرض، فنحن إذا ما عملنا هي الحملات وما وعينا عن هالمرض، يمكن في ناس كثير ما بتعرف، اللي مارق بتجربه انه عنده طفل او عنده حدا مريض سرطان ممكن ما يقدر قد ايه هذا المرض مكلف وقد ايش هو متعب نفسيا وماديا على كل العائله حقيقه، مو بس على الولد، يعني على اهل الطفل وعلى عائلته كلها بتلاقيهم متاثرين. فنحن اكيد بيهمنا كثير، عندنا اصلا كمان جلسات توعيه تنعمل للاهالي كثير مهمة، وفي توعيه للمجتمع، نعمل كثير جلسات لحتى نعرف كل المجتمع بمرض السرطان. طيب خلينا نحكي عن دوركم الإيجابي بالمجتمع، كونك حضرتك ذكرتي التوعية وكورسات التوعية والأنشطة التوعوية، أكيد كان لبسمة دور كتير مهم، دور إيجابي بالتعزيز بالمجتمع. خلينا نحكي عن هذا الدور لو سمحتي. مقصود دعم نفسي. رح أحكي لك شوي عن الدعم
النفسي. نحن اعطينا حالات ست، خلينا هيك نعيش هذا الواقع اللي نحن كثير بعيدين عنه. دائما بلشنا الصباح نحن عم نقول يا رب الحمد لله الصحه والسلامه، لكن دائما نحن بنبعد عن هي القصه، بنروح نذكر السلبي. ولكن اليوم من خلال تجربتك قديش مهم هذا الجزء بحياتنا. تمام، هلا رح اقول لك شو الايجابي، بلينا نقيم السلبي على الايجابي. انه نحن في عنا نسب شفاء لاكثر من 70%، هي نسبة كتير عالية الحقيقة. فنحن دائما بنقول انه ما لازم يقاس الاهل، انه انا بيمرق الولد بمراحل كتير صعبة بالعلاج وهي، بس دائما في امل كبير بالشفاء، ونحن بنحط دائما هذا الامل قدامنا. يعني ما منمل، بنمشي مع الولد لاكثر مراحل ممكن. يعني نحن كان في عنا حالات، كان في عندي حالة لطفل ميؤوس على اساس منه وخلص، قالوا الاطباء انه ما في امل. شو كان نوع السرطان؟ كان عنده ورم بالدماغ. وحقيقه قالوا في ممكن دواء واحد بنجربه تجربه. اكيد نحن بس ما بنوقف عن ولا ولد، وجربنا والولد اليوم كثير منيح. حلو. يعني على اخر جرعه هو شفي. فدائما بنقول لازم يكون في امل، ما لازم نيأس. والاهل دائما بيكونوا متمسكين الحقيقه، يعني بيحاولوا يضلوا عم يجربوا لاخر ثانيه ونحن معهم. اكيد تحسي فرقت الحياه. اول شيء كان هذا المرض بيعني الموت للناس كلها، يعني تماما. الاستسلام النفسي بيكون فورا عند المصاب وعند الاهل، يعني بتحسي انه هم يعني خلص انتهوا من هذا الشخص عم بيودعوه. اليوم فرقت، اكيد فرقت، وهذا الشيء اكيد لكم أكيد دور فرقت كتير كبير فيه. تمام، يعني اول ما يفوت الولد نحن في عنا دعم نفسي، في اخصائيات نفسيات موجودين بمراكزنا. حقيقة هو بيكون علاج نفسي، انه انت قوي، انت لازم تكون قوي. نحن مهما قدمنا لك اذا انت كنت ضعيف رح تفشل. فبتلاقي الاولاد فعلا فايتين، وحتى عم يفوتوا على مكان هن مبسوطين فيه. صحيح، يعني بيفوت الطفل دغري بيعانق ممرضه بيعانق طبيبه، فايت على مكان هو مرتاح نفسيا، وهذا الشيء كثير عملته نقله نوعيه بسمه. تماما، كثير شفنا حالات يعني انه فعلا العامل النفسي، بيقولوا المرض النفسي او الحاله النفسيه هي 3/4 المرض. يعني تمام. اليوم لما في اشخاص شفناهم على ارض الواقع هنن طلعوا من الحاله، مارسوا عملهم، كفوا دراستهم، حتى اطفال يعني اليوم اكيد بدعم الاهالي تحدوا هذا المرض. تماما، فعلا شفوا يعني، وهذا الشيء شفناه. اكيد العامل النفسي كثير مهم. لهيك نحن كمان عندنا فريق تطوعي بينزل بشكل يومي على مشفى الاطفال، بيعمل ترفيه للاولاد، هذا كمان من وقت ما بدينا لهلا. قد ايه اليوم العمل التطوعي مهم جدا بحياتنا؟ يمكن شفناه على الارض كثير من خلال الحرب على سوريا، من خلال كارثه الزلزال. شفنا اليوم في هيك دافع انساني من السوريين لحتى ينزلوا. اليوم انتم حضرتكم لكم وضع خاص كجمعيه تعنى بمرضى السرطان الاطفال، اليوم هل في شروط للمتطوعين بجمعيتكم؟ ما في شروط، بده يكون بس فوق 18 سنه، بده يكون قادر انه يشوف. يعني اول ما بنعمل مقابله مع المتطوع بنقول له انت عندك قدره انك تشوف طفل مريض؟ يعني نحن ممكن تروح اول مره تلاقي الطفل، مره ثانيه ما تلاقي. فانت على الاغلب متطوعينا بقد الحمل الحقيقه، يعني بيفوتوا مبسوطين والاولاد بيستنون على باب المشفى بما يجوا على وقتهم. ممكن هيك هدول البالوني ممكن اي شيء بيبسطهم، بسكويت ايام ايام هيك لعبه ايام، يعني ان الطفل براءته بتكفي. صحيح. من خلال خبرتك بهذا المجال والأطفال اللي عم يتوفدوا على الجمعية، أكيد بنتمنى السلامة للجميع، لكن اليوم الأهل يمكن في ما بيبين هذا المرض أو ما في أعراض ظاهرة عليه، يمكن لما بيتقدم المرض بمراحله المتقدمة يمكن يكون العلاج شوي صعب. في دلالات معينة ممكن ينتبهوا للأهل؟ أكيد في دلالات، يعني بس أنا أكيد ماني طبيبة، بس أكيد من خلال خبرة أنه أكيد مثلا أحيانا ارتفاع حرارة الولد بشكل ما بتنزل على شيء، الكتله بتكون بتبين. نحن مشكله بتجينا الحالات متقدمه، يعني ما بيجي الورم غير كبير. بتقلي لها للام انه ليه مثلا تاخرتوا، بتقول لك ما عرف، انا فكرته عم ينصح. هو مرض صامت بالنهايه، هو مرض، بس هو الكشف المبكر كثير له بنسبه الشفاء. يمكن من خلينا نقول من باب الامومه والحضن الدافئ يمكن ننكره. بتنكر هذا تمام. الواقع وبتبعد عنه، حتى صح. لو حست انه في شيء غلط بابنها بتروح للشيء الايجابي. حضرتك ذكرتي انه انتم اليوم مقركم بدمشق والعمليات عم تصير هون، المعالجه عم تصير بمتابعه مع مشفى البيروني من خلال اتفاقيه مع حضرتك.
تكون مذكرة تفاهم، ولكن انت اليوم تستقبلوا جميع الحالات من جميع المحافظات. خلينا نحكي عن الآلية كرمال كل حدا عم يشوفنا اليوم، وان شاء الله الله يبعد هذا المرض عن الجميع، وعنده حالة كيف ممكن يتواصل معكم؟ هل في حالات ممكن تكون بحاجة لسرعة باتخاذ الإجراءات؟ خلينا نقول هلا دائما عندنا سرعة باتخاذ الإجراءات. نحن موجودين كل يوم بمشفى الأطفال من 11:30 ل 12:30 بمكتب جمعية بسمة، بنستقبل كل طفل جاي على مشفى الأطفال، بنسجله فورا وبياخذ أدويته يعني بنفس الوقت أو نفس الدقيقة. وبمشفى البيروني بنستقبل بأول كل شهر 30 حالة جديدة بوحدة بسمة التخصصية. كمان بيجي الطفل ما في أي شيء، بيطلع على مشفى البيروني بيفتح أدباره بيطلع على وحدة بسمة اللي هو الطابق الأول، فورا بيدخل وبنعمل له كل الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى. في ممكن مع الأيام القادمة أو ممكن بالمستقبل يكون مراحل علاجية أو نشاطات بباقي المحافظات؟ نتمنى إن شاء الله يعني أكيد نتمنى. ممكن هذا الحلم هو حلم تشاركي، مفروض يكون في دعم كتير قوي من إن كان من الجهات المعنية، إن كان من المغتربين، إن كان من المجتمعات الأهلية. اليوم هذا دافع إنساني وطفولي، يعني اليوم مكلف جدا مكلف جدا. وشفنا نحن كيف كان الحصار على سوريا بموضوع القطاع الصحي عانى كتير، يعني القطاع الصحي هو من أكثر القطاعات اللي تأثرت بهذا الحصار. شفنا غلاء بالأسعار، شفنا انقطاع بأنواع الأدوية، نقص معدات. تمام. هلا نحن الحمد لله يعني من يوم ما بلشنا لليوم ما انقطع ولا دواء عنا ابدا، بس طبعا تكلفتنا اكيد يعني صارت عم تتعدى شهريا 850 مليون شهريا لمصروف، هذا مصروف كثير كبير على جمعية. صحيح. يعني صحيح. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني بدعم المجتمع الاهلي ودعم الناس اللي عم تدعمنا اكيد حتى هذا الشيء يمكن بخفف ضغط عن الاهالي اللي ساكنين بمحافظات ثانيه او وفر عليهم كثير من التكاليف. تمام. ونحن كمان بندعمهم بالسكن، يعني لما بيجوا على الشام في سكن مجاني لهم، بندعمهم بكفر سوسه قريب كثير على مشفى الاطفال بحي الاخلاص، وفي بندفع كمان المواصلات كثير حلو لانه ما بيقدروا يعني صعب كثير عليهم انه ينزلوا بالكلفه العاليه اللي صارت. طيب كونه ذكرنا هيك التبرع، خليني بس ذكر لكل حدا اليوم حابب يتبرع لصالح جمعية بسمة لمرضى السرطان الأطفال أكيد من خلال حساب الجمعية ببنك الائتمان الأهلي. إن شاء الله يا رب هيك تكون الأيادي البيضاء كتير، وخاصة بهذا الوقت اللي عم نعيشه بكل عمل في صعوبات وفي نجاحات. أكيد. شو أهم اليوم هيك حابب تضوي على الصعوبات اللي ممكن إذا تخطيتوها يزيد من عجلة العمل ضمن الجمعية؟ حقيقة هي الصعوبات اللي دائما نحن بنقولها هي نقص الأدوية بالمشافي، التشخيص يعني الأجهزة كتير ما أنا متوفرة بالمشافي البيروني أو الأطفال أو المشافي الحكومية، فهذا اللي عم هلأ إن شاء الله يعني لازم عم ينشغل عليه إنه يجي أجهزة لهدول المشافي بتخفف كتير علينا يا رب. ونقص الأدوية أكيد يعني هو الحصار اللي صار علينا هو الحقيقة كان كتير أثر. صحيح. كيف بتعوضوا؟ قبل ما يعني بال 2006 لما بلشنا كنا نحن نغطي 10%، كان متوفر 90%. اليوم في عم نعوض، يعني نحن عم نجيب من التبرعات عم نحاول، بس نحن عم نغطي اطفال السرطان بس يعني في شريحه اكبر. حكينا شوي عن الصعوبات، خلينا نحكي عن الشيء المميز اللي انجزيته بسمه لهي السنه. السنه حقيقه نحن استمراريتنا بنعتبرها انجاز، بس السنه ان شاء الله في شيء حيكون في توسعه حتكون الاسابيع القليله القادمه، يعني حتكون انجاز بسمه 2024 ان شاء الله يا رب دائما. وهي اكيد هي برعايه السيده الاولى، يعني السيده الاولى جهزتها بالكامل. طيب خلينا نحكي اليوم كل حدا عم يشوفنا اليوم حاب يتواصل معكم، شو هي الطريقه؟ نحكي عن صفحتكم على الفيسبوك، عنوانكم، مقركم. صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام موجوده، مقرنا بالبرامكه ورا كليه الاقتصاد، في هيك حاره الصغيره نحن هنيك موجودين. مكتب الجمعيه بيفتح من 9 ل 4 ما عدا جمعه وسبت، وانا بكون موجوده بمشفى الاطفال بشكل يومي من 11:30 ل 12:30. يعني هذا اكيد الاهالي اللي بدهم يزوروا حضرتكم بدهم يكون معهم صور، صوره دفتر العائله كامل وصوره هويه الاب او الام وتشخيص مرض من الطبيب، بس هذا اللي بنطلبه. بترجعوا بتعملوا تشخيص اخر للطفل؟ اكيد اذا لزم، يعني اذا كان في شيء مو واضح
وفي اولاد تجي معنا يعني مشخصه مبدئي نحن بنكمل. اليوم وقت بيجي هذا الطفل المشخص بشكل مبدئي، اليوم شو هي الاطباء؟ في تشاركي اليوم اكيد بين اكثر من طبيب اليوم طبعًا. نحكي عن هاي النقطه يعني كيف يتم التشاركي. تمام، هلا نحن في عنا اخصائيين اورام اطفال، في عنا اخصائيين اطفال، في جراحه عامه، في جراحة عظمية، في جراحة عصبية اللي أورام الدماغ اللي هي كتيرة، في العين اللي هو ريتينوبلاستوما، هذا كله في أطباء متعاقدين معه ونشتغل معه. يعني كل طبيب على الحالة اللي هي لازم تناسب الطفل. يمكن يوم عن يوم عم تطوروا بسبب هي التطور يعني. أنا أطباءنا حقيقة ممتازين يعني، الطبيب السوري أثبت خارج عن جد دوليا يعني، عم يصير عمليات كثير يعني كثير اكثر من ممتازه الحمد لله. ذكرتي انه الاطفال لحتى عمر ال 18 في حال بعد ال 18 بنكفي معه، بتكفي معه يعني بنسجله لحد ال 18 بس نحن بنكفي، لانه بتاخذ احيانا 3 سنين العلاج بنكفي معه. في اورام كبار يعني لانه ما بيعود اورام اطفال هو، ففي عندنا كمان اطباء اورام يعني كبار. في حالات شفيت ورد رجع للمرض في اكيد بينقص نرجع معه، لو حتى طلع من عنا بنرجع معه يعني اكيد المرض فيه نقص اكيد. ست سهير اليوم هيك كلمه لكل حدا عم يشوفنا، ونرجع بنقول جهودكم كثير كبيره وعظيمه، ونحن اليوم تشاركيا كان اعلاميا طبيا انسانيا خلينا نقول بموضوع التبرع، اليوم هو نداء لك جميع الناس اليوم دعم هي الجمعيه كرمال هدول الاطفال اليوم. شو بتحبي تقولي لكل حدا عم يشوفنا؟ انا دائما بقول لهم كلمه واحده، انه ما نخجل من تبرعنا مهما كان صغير، لانه هو عن جد بيعمل فرق. يعني لو قد ما قدر يتبرع كرمال هالولاد، قد ما كان كل واحد حسب ما بيقدر، لانه صحيح ما فيك يعني، فما نخجل من التبرع لانه بيسندوا. لانه نحن مثلا كل هالمجتمع اذا تبرع كل واحد بمبلغ قليل فهو بيعطيكي بالنهايه. صح تماما، الاعلام اكيد شريكنا الاساسي، ولا دائما بقول لهم لازم ما ينقطع عننا الاعلام، لازم دائما يضل عم يضوي على هالقضيه اللي هي مهمه كثير اللي هي اولادنا. صحيح يعني ما في اغلى من الولد. فأنتوا أكيد شركاء دائمين وأساسيين وداعمين دائما، وحقيقة ما بتقصروا. أكيد نحن بنشكركم دائما، نشكر جهودكم ونشكر كل حدا عم يقدر فعلا مثل ما ذكرتي يتبرع ولو شيء بسيط لحتى يساعد ويدعم هدول الأطفال. وأنا بتشكركم وهيك كان صباح حلو كتير ويعطيكم العافية. انبسطنا فيك رغم أنه نحن اليوم حكينا عن موضوع جدا مؤلم، ولكن نحن بنفرح وقت بنشوف عندنا قدرات عندنا إمكانيات، وفي حالات شفاء كتير نسبتها 70% جدا مهمة. الحمد لله على كل شيء. أنا بقول دائما المهم أنه هذا الطفل ياخذ حقه كاملا، وبعدين الباقي ما فينا بدنا نشكرك سيدة سهير بولاد رئيسة مجلس إدارة جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. وبدي أرجع أذكر لكل حدا اليوم حابب يتبرع للجمعية من خلال حساب الجمعية في بنك الائتمان الأهلي. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافية.